أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلنت شركة بيكادوت لتطوير تطبيقات الهواتف المتحركة عن اتخاذها مملكة البحرين مقرا لانطلاق عملياتها التقنية وتدشين منصتها العالمية الجديدة لنمط الحياة والتواصل الاجتماعي والمسمى منصة بيكادوت لايف. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بيكادوت عبد العزيز لجميعة في مؤتمر صحفي إن الشركات في منطقة الخليج العربي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التقنية الرقمية لتأمين نمو أسرع لأعمالها وسط ظروف اقتصادية مليئة بالتحديات. وأوضح أن الشباب أصبحوا يحتاجون أكثر من أي وقت مضى للبقاء على اتصال دائم، وهو ما يمهد الطريق أمام دول مجلس التعاون لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق تحسين استخدام التقنيات الرقمية. طبيعة الشركة شركة فكرة بحرينية، وتأسست الشركة هنا بالبحرين مع استثمار بحريني سعودي. وطبعا اتس نوت بس مخصوص حق البحرين، راح تكون الشركة ان شاء الله شيء جلوبال، وراح نطلع باذن الله في البداية في الخليج العربي، وبعدين باذن الله راح يكون عندنا اويرنس جلوبال يعني في العالم كله. وشركة بما فيها مثل ما تقول هي بلاتفورم اللي تخلي الشخص، منصة تخلي الشخص يقدر يتكلم شات، يحكي بالاوديو كول، بالفيديو كول، فيديو كول از ويل،